السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم في قناة سعيد الصعب. اليوم سوف نتعلم عوامل جيدة من سلسلة تعلم نظام لينكس. هذه هي الحلقة السادسة. سوف نقوم بحذف الفولدر الذي قمنا بإنشائه في الحلقة الثالثة تقريبا، والملفات التكست في الحلقة الرابعة تقريبا. كما تشاهدون الفولدر لا يوجد أي شيء فيه. الآن سوف نقوم بنقل التكست هذا a.txt إلى الفولدر. نستطيع هكذا أن نقوم بنقله كما تشاهدون. الآن أصبح الـ a في داخل، ولكن نقوم بنقل الملف من خلال التيرمينال. هل نستطيع؟ نعم. أولا نتأكد أين نتواجد في الهوم. نذهب نقول cd وثم ديسكتوب. لنذهب إلى الديسكتوب وثم كلير. الآن نقوم بكتابة الأمر هو mv أي تعني new، أو نختار الفايل sar.txt. سوف ننقل هذا الملف إلى الفولدر من خلال التيرمينال أو السطر الأول. نقوم بكتابة الفولدر أي مباشرة لأن نحن متواجدون في الديسكتوب أو سطح الملف. فولدر أي كما تشاهدون الآن الملف اختفى. نقوم بفتح الفولدر الآن سوف نقوم من تغيير اسم الملف a.txt. سوف نقوم بتغييره. أيضا نقوم بكتابة mv aa.txt وثم مثلا dd.txt. كما تشاهدون الآن تغيير اسم الملف، ولكن المحتوى لا يزال في داخل مثلا نفس الوقت .txt. المحتوى نفسه نقوم بعمله. الآن نقوم بالانتقال إلى الفولدر مثلا cd فولدر اي. ذهبنا إلى الفولدر اي. الآن نريد أن نخرج منه cd dot dot أو نقطة نقطة سلاش انتر. فورا ذهبنا مباشرة إلى الهوم أو منزل. الآن نود من حذف الفولدر ومن حذف الملفات التي في داخل. نذهب إلى cd وثم أيضا ديسكتور وثم أيضا سلاش فولدر. الآن قمنا بالذهاب إلى الفولدر لنتأكد في wd. الآن كما تشاهدون لنأخذ حذف الملف الثاني هو a.txt rm نفس الأمر، ولكن بتغيير الاسم وقد رجعت أي. الآن بعد أن قمنا بإغلاق الفولدر نستطيع من إغلاق الفولدر أو حذفه بعد الخروج من الفولدر. الآن ذهبنا إلى الديسكتوب. نقوم بعمل rm slash r او نقوم بكتابة mkdir و ثم اسم الملف أيضا يقوم بحذفه، ولكن rm أفضل. نقوم بكتابة فولدر اي. الآن كما تشاهدون ذهب الفولدر اي نبحث. نحذف الملف الآخر rm dd.txt. ووداعا انتهى درسنا اليوم. نتمنى لكم الاستفادة من هذا الدرس.